السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح اشارك معكم طلبيه تاع مملحات، فيها اربع انواع تاع مملحات. الانواع هذو هما اللي راكم تشوفوا فيهم، يعني كاين انواع سبق وشاركتهم معكم وكاين انواع مازال ما درتهمش معكم في القناه. اليوم راح ندير معكم الوصفه تاع ليكيش، نديرها لكم بالتفصيل ونمد لكم سعر البيع هكذا باش يكون فيديو مفيد لكم، خصوصا البنات اللي راهم حابين يديروا هذا المشروع تاع المملحات يعني مبيوتهم. ان شاء الله يعني راح يكون فيديوهات متنوعه في الايام القادمه ان شاء الله. ما تنساوش برك البنات ديروا لي جام لهذا الفيديو وتبارطاجيو الفيديو هذا مع احبابكم. نبداو بسم الله في تحضير العجينه تاع ليكيش، يعني تقدروا تحضروها من قبل. هنا راح ندير 500 غرام فارينة، من الأحسن تستعملوا نوعية جيدة باش تحصلوا على مملحات هايلين. درت 500 غرام فارينة، راح ندير عليها 250 غرام زبدة. أنا استعملت فارينة سيم، والمارغارين استعملت لابيل. هاي ليك يعني الفارينة النص تاعها مارغارين، دايما ديروا هذه القاعدة. وضفت يعني حاجة واحدة اخرين لكن المقطع هذاك ما صبتوش صراحة. المهم راح نقولكم يعني واش ضفت مع الفارينة والمارغارين. ضفت حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت، الزيت راح يمد لنا قرمشة العجينة تاعنا. ضفت الملح اكيد، فلفل اسود ومغرف صغيرة موتارد. يعني هذه هي واش ضفت مع العجينه. وتقدروا نتوما ديروا بزاف حاجات العجينه تحكم، يعني التوابل اللي حبيتوها. تقدروا ايضا ديروا الثوم، يعني كل واحد واش يحب. انا المهم هذا واش ضفت في العجينه. بديت نخلط في الفارينه مع المارغارين مليح هكذا، نحاولوا نخلو قطع صغيره تبان، يعني ما نعجنوش مليح الزبده تاعنا، نخلوها قطع صغيره هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد نضيفوا البيض. البيض راني موجده زوج حبات بيض كاملين، نخلطوهم ونضيفوا الماء. الماء راح ندير حوالي 4 مغارف كبار، لكن من الاحسن نتوما ضيفوهم تدريجيا. الا كان خصكم تقدروا تزيدوا تضيفوا يعني ملعقه واحده اخرى، يعني على حساب الحجم تاع الحبه تاع البيض، ولا هذو ماشي لازم ديروا كما انا درت. يعني عاده راح تدي لكم 4 مغارف كبار تاع الماء. الا احتجتوا اكثر تقدروا تزيدوا ديروا مغرف واحده اخرى. هكذا نخلطوا حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، خليوها ترتاح شويه من بعد خدموا بها. هاي ليك العجينه تاعي، انا راح نخدم بها مباشره ونحط هذو ليمون، يعني كي نشكلهم نحطهم في المجمد. العجينه تاعي راهي طريه بزاف، على بها راح نستعين بالفارينه. راح نستعمل هذوما الليمون هذو المدورين. ندير العجينه تاعي نشكلها بهذه الطريقه هكذا البنات، ونحطها في المجمد كي نكملها. شوفوا البنات يعني راني نضغط في هذاك الطرف تاع المول باش ما تهبطليش العجينه من بعد. نحي الزائد تاع العجين هنا البنات، شوفوا وين راني نضغط هكاك، نضغطو مليح. هاي ليك نثقبها بالفرشيطه ونحطها في المجمد، من بعد نروحو نطيبوها. هنا البنات راح نوجد الحشو. عندي صدر دجاج راني راحياته. هذا الحشو هو نفسه راح نديرو للكيش وللمملحه تاع ميني بانيني، وايضا راح ندير به ايضا تاع المملحه الاسكيمو. يعني كامل راح يكون حشو واحد، لكن من بعد يعني كل وحده واش نزيد نضيف لها. المهم دوك نزيد نشرح لكم اكثر. درت في قدره، درت لحم ولا دجاج مفروم، درت معاه البصل، راح نزيد نضيف الزيت والزبده ونضيفوا التوابل. التوابل اللي راح نديرها في الاول هي ملح، فلفل كحل. هنا راني نضيف في الزبده، يعني كي تضيفوا الزبده راح تبدلكم بنه في الحشو تاعكم. هنا قلت لكم التوابل راح ندير الملح، ايضا فلفل اسود، الكركم والزنجبيل،
ونزيد نضيف شوية تابل تاع الكاري. هاي اللي بدكم نوريلكم النوعية اللي استعملتها، هاي ليك راح يمد يعني بنا بزاف هيلة، ما تقدروا تضيفوه في العجينة تاع ليكيش. أنا هذا الفيديو ما ضفتوش، لكن من بعد وليت نضيفوه يمد لي بنا للعجينة، بنا تاعو بزاف هيلة. المهم خليت الحشو يتقلى، وهنا رحت طيبت ليكيش توعي على درجة حرارة 170-180 درجة. ما تزيدولوش للنار باش ما تنحرق لكمش الكيش تاعكم. شوفوا كيفاش طيبتهم، جاو ما شاء الله ما هبطوا لي ما والو، جاو بزاف هايلين. الحشو بعد ما برد لي راح ناخذ منه كميه ندير به المملحه تاع الاسكيمو. هاي اللي كان ديت حوالي رطل، راح نضيف عليه الاضافات اللي نحطهم في المملحه تاع الاسكيمو. ضفت شويه جبن ابيض، نضيفوا شابلور، نضيفوا بياض بيض، المعدنوس. هذو هما نورمالمون. تحبوا هنايا تضيفوا زيدوا الملح، يعني شوفوا الملح الا راه مليح ولا لا. لا هنا كنت نسيت بياض البيض، اني ضفته هنايا، عاود خلطهم في هذا الروبو هذا، ومن بعد نشكل الاسكيمو تاعي. هاي ليك البنات، هذا هو الحشو. نجيب المول تاع الاسكيمو، نحط شويه من الدجاج هذا اللي كنا طيبناه في الوسط، ندير فراغ باش نحطوا الجبن. الجبن تحبوا تستعملوا جبن ابيض ولا جبن شيدر، انا استعملتهم في زوج، يعني ضفت شويه شويه. هاي ليك جبن ابيض راني نضيف فيه، من بعد جبن شيدر، من بعد نغلق الاسكيمو بالدجاج هذا. نحط لهم الاعواد تاع الاسكيمو ونحطهم في المجمد، يعني هذو ما من التحضيرات اللي ديروهم ليله مقبل، تقدروا حتى يومين مقبل، يعني عادي تحطوهم في المجمد وتخلوهم حتى نهار اللي تسلموا الطلبيه تاعكم، هذاك النهار تجبدوهم على الصباح وديروا لهم شابلور وتقلوهم ويكونوا واجدين. كما انا البنات التحضيرات اللي شفتوها معايا لحد الان هذه قمت بها ليله من قبل، يعني راني نوجد فيهم ليله من قبل، غدوه من ذاك يعني راح نقول لكم واش درت. هنا راني نوجد في يعني الدجاج هذا مرحي، راني نوجد فيه للميني برجر. حطيت كميه تاع صدر دجاج يكون مرحي، حطيت عليه البصل وزوج سنات ثوم، حطيت شابلور، وراح نزيد نحط كميه من الزبده، تقدروا ديروا زيت ولا زبده كيف كيف. من بعد نديروا التوابل، درت ملح فلفل كحل، وراح نزيد ندير معاهم شويه فقط زنجبيل ما نكثروش، وشويه قرفه هذا ما كان. هذه بالنسبه للتوابل. من بعد راح نزيد عليها البصل اللي كنت راحياته، ونزيد شويه كريمه سائله اللي راح تمد طراوه للدجاج تاعنا، يعني راح تخلي لنا الكريات هذو يجوا طرايه. تقدروا تعوضوها بالحليب، يعني كيف كيف راح يخدم نفس الخدمه. وزدت عليها صفار البيض، من بعد وزنتهم كامل كيف كيف وحطيتهم في المجمد، من بعد ندير لهم شابلور. المهم هنايا كملت الكريات هذوك تاع الميني برجر، وهنا راني نوريكم واش راني محضره. ليكيش توعي هام ليك، العجينه تاع ليكيش يعني جات ما شاء الله، لينو هذوك كنت مجددهم للمملحه تاع الاسكيمو، وهام ليك البنات الكريات ولا هذو دوائر تاع البرجر، حطيتهم في المجمد. من بعد كي حطيتهم في المجمد يعني جمدوا لي شويه قسم ما نقدر نرفدهم، راح تجيني الخدمه سهله هنايا. شوفوا وجدت البيض تاعي باش يولي لي زاكي، واش درت له؟ درت له شويه حليب، يعني راح يزكي لي البيض، ما ياكليش بزاف البيض. زدت له شويه حليب عفوا، وندير له ملح وفلفل، وهاوليك يعني هنايا راه نقدر ندير الدجاج هذا كنديرو الداخل هنايا، ونزيد نحطه في الشابلور هكذا. هنا نوريكم فقط بالفكره تاع الحليب كي تضيفوها في البيض، راح تزكي لكم البيض هكا، ما تقدروش يعني ماشي كل مره تحطوا كميه كبيره تاع البيض، سورتو الا درنا هنايا زوج خطرات، يعني راح نديرهم في الشابلور زوج خطرات، ياكل لي بزاف البيض، حتى وليت ندير الحليب هنايا في البيض
هكذا ما ولاش ياكلي بزاف الكميه تاع البيض. المهم برك ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هاي ليك، شوفوا هذه الخضره الاولى حطيتها في الخليط تاع البيض مع الحليب، من بعد في الشابلوغ. الشابلوغ كما شفتوني ضفت له شويه جلجلان باش يجي بنين، ودرت له شويه توابل، درت له ملح وفلفل. هاي ليك المره الثانيه نزيد كيف كيف، نعاود نحطه في الخليط تاع البيض وهاوليك واجد. يعني هذو نقدروا نوجدوهم ليله من قبل، نوجدهم هكذا ونحطهم في الفريجيدر. حطيتهم في المجمد في الاول باش تجيني الخدمه سهله، يعني نقدر نرفد هذاك الدجاج تاعي، يعني نقدر نرفدو ونقدر نديرو في البيض والشابلوغ. هذا ما كان هنايا سيريز هذو تاع طوماط سوريز، كنت شريتها من فاميلي شوب. كاين بزاف اللي سقسيوني وين نشريها، فاميلي شوب بليده شريتها، وراكم شفتوا السعر تاعها يعني شحال. نشللها مليح، اكيد هنا درت لها شويه خل هكذا باش نغسل لي مليح. هادو كامل ما زلت نحضرهم ليله من قبل، يعني نغسل الطماطم تاعي هذه اللي راح نزين بها الكيش، نغسلها ونقطرها، من بعد نحطها فوق بابي هكذا باش ما تفسدليش، تبقى لي هكذاك جديده. وهنايا كيف كيف هذو الطماطم هذه راح نديرها في الميني برجر. هاي لي كيف كيف غسلتها وراح نديرها دوائر. المهم البنات، بعد ما كملت هذو التحضيرات كامل اللي شفتوه معايا، هنايا يوم تسليم الطلبيه راح نكمل معاكم واش راني ندير. هنا مع الصباح نوت بكري على خاطر كان عندي يعني كي تكون عندي عجينه تاع اللي تخمر اكثر من وحده لازم من الصباح بكري. هنا راني نخدم في العجينه تاع الميني برجر، سبق ودرتها معكم، سبقت في السوائل. هنا درت الماء ودرت الحليب، ان شاء الله يعني الا كنت ما نسيتش يعني راح نخلي لكم الوصفه مكتوبه. المهم كملت يعني درت الكمية المطلوبة، هنا درت 150 ماء و 150 حليب هكذا، ونضيف عليها الخميرة، نضيف عليها البيض والزيت. المهم نضيف كامل السوائل في الأول، من بعد نضيفوا الفارينة ونخليوا الزبدة في الآخر كي يكونوا نعجنوا فيها. يعني الطريقه والوصفه وكامل راني حطيتها لكم في فيديو، يعني نورمالمون الحبات قليله، حطيت لكم حوالي 15 حبه هكذاك. هاي ليك، انا هنا فقط ضاعفت المقادير على خاطر في الطلبيه هذه عندي 30 حبه. هاي ليك العجينه تاعي راني نلم فيها بالفارينه. المهم البنات هنا نهضروا شويه على المشروع تاع المملحات. مشروع تاع المملحات انا يجي سهل على تاع الحلويات، على خاطر يعني راح يدي لكم يعني في الطلبيه يدي لكم فقط يومين، ماشي كما الحلويات قادرين نطولوا معاها حتى الاسبوع وانتم ما تحضروا وتوجدوا. لكن المملحات لا عندكم يوم من قبل اللي تقدروا ديروا فيه التحضيرات. كما شفتوا معايا بزاف عجائن تقدروا، كما تاع ليكيش، كما الاسكيمو خلاص يعني راهو واجد، راهو في الكونجيلاتور، يعني فقط غدوه من ذاك تقلوه. انا فقط المخبوزات هذو يعني ماشي ما تقدروش، يعني تقدروا، لكن انا ما نحبش، يعني نحب نحضرهم يكونوا هكذا جدد، لانه يبانوا كي يكونوا جدد يبانوا، وكي تكونوا محضرينهم ليله من قبل يبانوا. انا صراحه يعني نفيق لهم على بها، ما نحبش، نحب نوض مع الصباح ونحضر هذو المخبوزات هكذا، يعني الزبونه تديهم جدد. المهم قلت لكم نهار تحضيرات توجدوا كلش، يعني واش تسحقوا حتى الشلاضه تغسلوها، طوماطيش توجدوها، يعني كلش توجدوه. ما من ليله كان عندكم ديكور كما انا هذوك اللي وجدتهم، وغدوه من ذاك ماش راح يديكم نهار كامل، لانه في الاغلب راح يدوا طلبيه تاع المملحات يعني يدوها على ال 11 12 حتى الوحده، يعني كل وحده وين تدي الطلبيه تاعها. يعني عندكم يوم تحضيرات وغدوه من ذاك عندكم نص نهار، هذا ما كان ماش راح تدي لكم بزاف وقت طلبيه تاع المملحات، لكن فيها شويه خدمه وفيها تعب اكيد، ما كاش حاجه تجي بالساهل، يعني كامل الخدمه فيها التعب. هذه هي، انا لهن نحبها صراحه، نحب نخدم المملحات،
وقلت لكم كي ما تديش بزاف وقت، كاين بزاف يحبوا يخدموا هذا المشروع تاع المملحات. المهم انا انصحكم به، ان شاء الله نقدر نعاونكم. كل مره نحط معكم وصفه من الوصفات اللي نخدم بهم ونقول لكم السعر تاعها، يعني شحال ممكن تبيعوها. المهم البنات، هذه بالنسبه للنصائح لهذا المشروع. هنا البنات راني نوجد في الخليط اللي راح نحطه فوق الكيش هنا، يعني راح نمد لكم العبر الصغير. ديروا كاس كريمه سائله مع كاس حليب مع زوج حبات بيض. انا نقصت هنا شويه كميه تاع الحليب، كانت عندي كريمه سائله بزياده على بها نقصت. توابل درت ملح وفلفل. تقدروا ديروا موتارد ايضا في الخليط هذا، تخلطوها مليح بالفوي وراهي واجده. هنايا في الكيش توعي، يعني هنا راني حاطه، راني دايره الفوغ يسخن وراح نوجد الكيش راح نحطهم يطيبوا. حطيت كميه من الدجاج هذا اللي كنا طيبناه ليله من قبل، يعني ماهوش متبل بزاف، يعني دجاج بصل زبده وزيت ملح وفلفل كحل وزنجبيل والكركم، نورمالمون هذا ما كان. درت حوالي ملعقه واحده فوق التختوله تاعنا، يعني نعمروهم هكذا. من بعد نحط الخليط هذاك تاع كريمه سائله اللي كنا وجدناه. شوفوا كيفاش عمرتهم. راح نحط الان الخليط هذاك هنايا، نحطوا حوالي ملعقه ملعقه ونص حتى زوج مغارف، يعني نتوما على حسب الملعقه تاعكم. المهم تعمروهم بالطبع، من بعد نديرهم يطيبوا. شوفوا انا اللي تختولات هذوما راني مطيبتهم حوالي 80% حتى 90%، مانيش مطيبتهم 100% على خطر دايره في حسابي بلي دوكا راح نزيد نطيبهم، يعني راح يزيدوا يحمروا لي. انا نشعل لهم التحته شويه ماشي بزاف، يعني نبقى نعس فيهم، من بعد نكمل لهم الطياب تاعهم من الفوق حتى يحمروا. والجبن ما نديروش دوكا الجبن حتى يطيبوا، كي ننزعهم ندلهم الجبن من الفوق. انا استعملت جبن جودا درتوه من الفوق هكذا باش يجي لي كيشي جبنان كما شفتوا البرجر، يعني كنت نحضر فيهم. ولي كيش وريت لكم كيفاش كانوا يطيبوا، وهنايا لي كيش تاعي راهم طايبين. ها مليك راني طيبتهم، ياخذوا هذه التحميره. راح نحط فوقهم الجبن المبشور، قلت لكم استعملت جودا هاي ليك، نحطوا كميه مليحه هكذا، ونزينوهم بالطوماط سوريز من الفوق. تقدروا تحطوا حبه صغيره، واذا كانت كبيره قسموها على اثنين. من بعد زدت انايا ورق الذهب من الفوق هكذا باش يمد لمسه هايله. هذو بالنسبه لي كيش، يعني درتهم معاكم بالتفصيل هكذا باش يكون فيديو مفيد ليكم. بالنسبه للكميه البنات اللي مديتها لكم، تقطع لكم حوالي 40 حبه بهذا المول. الا كانوا عندكم لي مول صغار اكيد راح يقطعوا لكم اكثر من هكذا. ها مليك شوفوا كيفاش يجوا، يجوا ما شاء الله. من بعد نحطهم في هذوك طبيسيات، فقط يعني انا راح نلصقهم بالجبن. درت شويه جبن ابيض فوق الطبسي وحطيت فوقهم الكيش باش الكيش هذاك كي نحطه في العلبه ما يزغدليش، سورتو الا كانت هذه الطلبيه تروح يعني تروح شويه بعيد، ما لازمش تزغد بزاف سينو راح يتخسروا هذوك الكيش. على بها انا لصقتهم بالجبن الابيض، هذه فقط كنصيحه. هنا بالنسبه للاسكيمو كنت قليته خليته يبرد، وكنت وجدت هذه الخلطه تاع كريمه سائله مع الفرماج هذا ما كان، حطيتها من تحتها هكذا. استعملت هذو لي فيغين البنات، بالنسبه للسعر تاعهم هكذا باش يكون على بالكم، السعر تاع الكاس الواحد هذا يدير 3000 الواحد، يعني المملحه بالكاس هذا ماشي كيف كيف كما تبيعوها في هذوك الطبيسيات اللي درتهم معاكم من قبل. هذوك الطبسي يدير نورمالمون يردوك راهو يدير 2000 1500 2000 ما باليش دوكا شحال راهو يدير سواسوا، لكن هذو الكيسان راهم يديروا 3000 للواحد. المهم هكذا باش يكون على بالكم. هنا راني نحط فيهم فوق الكريمه تاعي، نحط وحده هاوليك الشكل تاعهم. كنت حطيت لهم هذوك كل نو لصقتهم بالبيستولي، وهاوليك الشكل تاعهم جاو ما شاء الله، جاو بزاف هايلين في الشكل وفي الذوق. قلت لكم الوصفه راني دارتها معاكم من قبل، ديروا اسكيمو مطبخ الاصيل، مملحه الاسكيمو مطبخ الاصيل راح تخرج لكم باذن الله. هاوليك هنا في الاضاءه راني نوريكم
شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. هذو كنا موجدين يعني كلش ليلة من قبل، غدو من ذاك قليتهم يعني درت لهم في البيض والشابلو وقليتهم فقط. بالنسبة للمملحة هذه البرجر هاوليك كيف كيف راني دايره معاكم العجينه من قبل. وهنا ثاني البنات راني مثبته البرجر فوق هذاك الطبسي بالجبن الابيض. قلت لكم هذه كنصيحه باش ما تزغدلكمش المملحه كتحطوهم في العلب، هذه فكره هايله هكذا باش يبقاو محافظين على الشكل تاعهم سيرتو هذو ليكيش. هاوليك شوفوا كيفاش خرجوا، كيف كيف يعني خرجوا بزاف هايلين. بالنسبه للسعر تاع ليكيش البنات، يعني كل مره نحاول نمد لكم سعر تاع مملحه من المملحات اللي نخدمهم، السعر تاعها يتراوح ما بين 7000 8000 يعني على حساب المواد اللي تخدموا بهم. دائما نقول لكم كاين اللي يخدموا بمواد تكون غاليه وكاين يعني يخدموا بمواد تكون رخيصه، المهم انا عطيت لكم السعر وكل وحده دير اللي تخرج عليها. ميني بانيني شوفوا الشكل تاعهم، ان شاء الله يا البنات راح تكون الوصفه في الفيديو القادم ان شاء الله. يجي خبز بزاف هايل، يجي هشيش ويجو بزاف بنان. هذه هي الشكل تاعهم، شوفوا كيفاش خرجوا. وهنا وريت لكم يعني الاربع انواع كامل كيفاش خرج الشكل تاعهم. ليك طلبيه هذه، هذا واش فيها؟ فيها ليكيش، مملحه الاسكيمو، فيها ميني بانيني وفيها ميني برجر. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو البنات، ان شاء الله يكون فاتكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.